هنا تمام مفيش مانع بقى ان احنا نجيب خبير تحكيم اجنبي. كان هو كلام على انه لجنه الحكام مين اللي ادى فرصه عملت مشكله صحيح الكره عامل مشكله طب ما نجيب حد بقى يحل لنا المشاكل دي ده احنا مش عارفين نحلها. طيب مين المتسبب ان الاتحاد المصري لكره القدم يفكر انه يجيب خبير اجنبي؟ انا توفيق السيد اهو بعترف وقلت لحضرتك ان انا عندي تحفظ على وجود خبير اجنبي في مصر. عندنا ناس قامات كبيره جدا قامات محترمه، كابتن جمال غندور، كابتن رضا بلتاجي، كابتن احمد عوده، كابتن سمير عثمان، كابتن ياسر عبد الرؤوف. عندنا لو قعدنا نتكلم هنلاقي في مجموعه كبيره. انا اتفضل قطعني، لا قطعني 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 وكابتن اسامه عبد الفتاح عليهم يعني تمام. من وجهه نظر اللي احنا قلنا الاسماء كلها زي الفل بغض النظر هنتفق ولا نختلف تمام، بس مع كامل الاحترام حقيقي مع كامل الاحترام لكل الاسماء العظيمه دي، مع كل واحد فيهم اداره التحكيم المصري كان تقريبا نفس المشاكل موجوده. لا ما انا ما شفتش مشاكل بالطريقه اللي احنا في الوقت الحالي. طيب احنا دلوقتي في البيك بتاع المشاكل. بالظبط كده بس ما احنا كنا بنعيش مشاكل. لا خلينا بس اسمعني انت حضرتك سالتني مين طبعًا. السبب ان احنا نستعين بخبير النهارده اتحاد الكره ما كانش قدامه اي فرصه ولا اي حاجه تانية غير انه يجيب خبير اجنبي عشان يطور منظومه التحكيم، لانك انت النهارده المباريات لا يخفى عن حد ان سوء اداره لجنه الحكام الحاليه بقياده الكابتن عصام عبد الفتاح ولجنته المحترمه سوء اداره على مدار 10 شهور، سوء اداره بمعنى سوء اداره. النهارده انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في 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 في, في تعيينات ما تعرفش التعيينات رايحه فين جايه منين، الحكم بيلعب امبارح ويلعب بعد بكره وفي حكام ثانيه قاعده تتفرج وفي الكلام ده كله بيعمل حاله احتكام ما بين الحكام نفسهم. وهاخد من محمد كلمه جميله جدا، الحكام فقدوا او فقدوا الثقه، بعض الحكام الكبار فقدوا الثقه في نفسهم لان الاداره بتاعتهم ما بتحميهمش. صحيح دي نقطه مهمه جدا. صحيح. مين اللي خلى اتحاد الكوره يا كريم يجيب او يفكر انه يستقدم خبير اجنبي عشان يطور التحكيم؟ هو كابتن عصام عبد الفتاح، مع كل الاحترام والتقدير لاي حد، لكن النهارده التحكيم ماشي بشكل مش كويس واحنا شايفين ده كويس جدا. الكابتن عصام في تصريحاته كان رافض تماما هذه الفكره، قال كده. ما انا لسه جاي لحضرتك في الحته دي. الكابتن جمال غندور كان معايا في مداخله من كام يوم، كان رافض تماما يبقى في خبير تحكيم. بص هقول لحضرتك على حاجه. طبعا كل الاحترام والتقدير لراي الكابتن جمال وانا كنت متفق معاه، ما فيش ادنى مشكله، بس احنا عندنا امر واقع دلوقتي. اتحاد الكوره جاب الراجل وعمل مؤتمر صحفي. انت عندك في حاجه مضحكه يعني في مفارقه كده جميله يعني. اتفضل استاذ جمال علام رئيس الاتحاد من قبل ما يقولوا هتجيب خبير اجنبي طلع قبلها باسبوعين تقريبا قال لك احنا متمسكين بالكابتن عصام عبد الفتاح لان عنده خطه التطوير، احنا عايزين نطبق خطه التطوير. تمام فين دي خطه التطوير؟ ما انا جاي لك. هو ده ده, ده 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 تصريح رئيس الاتحاد. بعد اسبوعين لقينا اتحاد الكره بيعلن احنا جبنا خبير اجنبي وعاملين له مؤتمر صحفي عشان يطور لاتنبرج. فدي ان كان بيدل على التضارب حتى التصريحات، ومفيش حتى حاجه مدروسه يعني الكلام مش مدروس ومفيش خطه يعني. انت نفسك بتعترف بتقول انا متمسك بيه عشان يكمل الخطه، طب ما هو مفيش خطه تطوير. وفي حاجه تانية يا محمد، كابتن عصام طلع استبق الاحداث. استبق الاحداث ونقطه مهمه جدا لازم نتكلم فيها. بغض النظر انا متفق على وجود على وجود خبير تحكيمي اجنبي من عدمه، كابتن عصام طلع استبق الاحداث واعترض بشكل كامل وكبير جدا على قرار مجلس اداره الاتحاد، وقال مين باللفظ كده، قال مين كلاتنبرج ده ما راحش كاس عالم. هو مش شرط يا كابتن عصام ان الحكم عشان يروح كاس العالم انه يعرف يدير منظومه التحكيم، والا وفي الناحيه الثانيه فينا على المدربين، مش شرط انك تبقى لاعب كبير تبقى مدرب كبير، والا كان مارادونا بقى احسن مدرب في العالم. بالظبط كريم، النهارده انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم لم يمارس كره القدم، قبل منه جوزيب بلاتر نفس الشيء. اللي بيديروا اعلى منظومه كرويه في العالم، ما الاداره مالهاش علاقه باللي انت بتقوله ده. بس انت عارف الناس دي ناجحه ليه؟ لانه هو بيسيب كل حاجه للمتخصص. طبعا للمتخصص. النهارده مع احترامي وتقديري عندنا 19 عضو لجنه حكام، مؤخرا الكابتن فهيم عمر كل الاحترام والتقدير ليه استقال من لجنه الحكام وفضل انه يشتغل مدير كوره في نادي الترسانه، استقال. فبقى في 18 عضو، ال 18 عضو انا مع احترامي وتقديري لابد ان كل واحد فيهم لو كان قام كل واحد فيهم بدور، او الكابتن عصام عبد الفتاح من ضمن خطه التطوير اللي اتكلم عليها محمد اللي احنا ما شفناش خطه التطوير، لو كل واحد قام بدوره في ال 18 واحد دول او ال 19 واحد دول كان التحكيم ماشي بشكل كويس. لكن النهارده من الذي تسبب في ان الاتحاد الكوره يفكر؟ لا هو الكابتن عصام عبد الفتاح بسوء ادارته الحاليه في اداره التحكيم. كابتن عصام عبد الفتاح فين يا كريم؟ كابتن عصام عبد الفتاح في المغرب حاليا والدوري المصري مشتعل فوق وتحت. كابتن عصام عبد الفتاح في المغرب بطوله افريقيا للسيدات بصفته عضو لجنه الحكام في الاتحاد. يعني اعتقد ان مش كل الحكام او كل اعضاء لجنه الحكام في الكاف راحوا البطوله دي النهارده. هنا اولى التوقيت ده بمناسبه ان الكابتن عصام يعني مسؤول في الكاف،
احنا في مصر ما عندناش حكم مصنف، حكم دولي مصنف في الكاف. يعني كل دول شمال افريقيا، لان كابتن عصام هو المسؤول الزون، كل دول شمال افريقيا حكامهم مصنفه، عندهم رقم واحد ورقم اثنين، رقم واحد ورقم اثنين. احنا البلد الوحيده اللي ما عندناش حكم مصنف. يا ما هو كابتن عصام بيصنف، لا هو كابتن عصام بيصنف الحكام المغاربه والجزائريين على، يعني هو بيصنف، انا بقول لك من ضمن يعني دي حاجات في ضمن تصميم الشغل. تمام. في الكاف حكام مصر في القائمه الدوليه مش مصنفين. طيب انا هقول لكم حاجه بصراحه، قول. انا الحكايه بالنسبه لي مش الكابتن عصام خالص، لا لا احنا بنتكلم على راس المنظومه. لا انا بكلمك على على منظومه التحكيم. مين راس المنظومه؟ طبعا الكابتن عصام، ما له مسؤوليه، بس انا عايز اتكلم الموضوع بشكل اشمل وبشكل اوسع. جميل. كلاتنبرج لما هي وهيبقى موجود وهيتولى اداره التحكيم هيشتغل ازاي؟ هقول لك، انا هاخد من كلام كلاتنبرج وهرد عليك. كلاتنبرج في المؤتمر الصحفي قال جزئيتين مهمين جدا. هاخد من كلامه وهقول لك هيشتغل ازاي. هو قال انا هطلع كل اسبوع تسجيلات الفار ما بين في غرفه الفيديو. تمام. وده شيء مخالف بالمناسبه. انا هساله سؤال، يعني هوجه لاتحاد الكره سؤال، هل الكلام ده معمول بيه في الدوري الانجليزي اللي هي بلده؟ ما شفناهوش. فهو الناس سابته يطلع يتكلم بيقول كلام مش عارف هو بيقول ايه. نمره اتنين، هو قال حاجه تانية، قال لك انا هعمل اختبار لياقه بدنيه كل شهر. اولا علميا الكلام ده مش صحيح. لا يا محمد، هو عايز يعمل قياس للاختبارات البدنيه. لا يعني هو قال اليويو، قال اختبار اللي هو قال هعمل اختبار بدني. لا بدني، ما هو ممكن تعمل اختبار بدني، ما دي لا بس دي فيها حاجه مهمه. ممكن تعمل اختبار بدني زي ده على غرار الدوري الانجليزي. مش مختلف معاك، عندهم 55 سنه بيحكموا. في نقطه تانية، انت النهارده الحكام هو ما يعرفش الحكام بتتمرن ازاي. ما انت تيجي النهارده عشان ان انا اطلب منك حاجه لازم اعرف امكانياتك ايه. انت النهارده الحكام بتتمرن لا معاهم مدرب وبيتمرنوا بشكل عشوائي، كل مجموعه بتتمرن مع بعض. انا عايز اقول لك على حاجه، في حكام بتروح انديه، الانديه بتقول لهم لا احنا ما، وبتطلعهم بره الملعب. يعني يعني حكم داخل يتمرن في نادي يقول له لا معلش احنا قفلنا الملعب بيتصلح، شكرا، روح اتمرن في حته تانية. انت النهارده هل انت اتحاد الكوره حليت ده؟ الحكم يخش فيه، انا بقول لك على وقائع، في حكم يروح يتمرن في نادي، تلاقي بقى المسؤولين في النادي يقولوا له ايه؟ يا كابتن ما تخلوا بالكم مننا شويه بقى. ده حصلت فين يا محمد؟ والله زي ما بقول لك. انت انا بقول لك على وقائع مع يعني حصلت. بتروح النادي تتدرب. هما بيتمرنوا فين؟ ما بيتمرنوا في انديه. صح. تمام؟ اتحاد كل واحد بيتمرن بقى في النادي هو وعلاقته بقى بالنادي. معلش انا اسف والله، انا اسف. انت لو مثلا بتروح تتدرب في نادي سين. تمام. وكان عندك ليه مباراه بعد كده. وحسبت عليهم ضرب الجزاء مثلا، هتعمل ايه بقى؟ ما بتدخلكش الملعب بعد ال ده بيحصل؟ طبعا بتتعرض لمضايقات. طبعا ده بيحصل، دي حقيقة. فانت ده اللي انا عايز اقوله، يعني ده اللي انا عايز اقوله. انت طالع بتقول له انا كده بتاع، بس انا بس معلش، هو كلاتنبرج بقى لما يجي نقول له قصص لا بس انا هقول لك على حاجه مهمه جدا. في نقطه يمكن مش عارف غايبه عن الناس، هو كلاتنبرج مش هيجي رئيس لجنه الحكام. ايوه. وهيجي مدير اداره التطوير. مظبوط. او هو ماسك الحته الفنيه بالظبط. طيب اذا منصب رئيس لجنه الحكام هيفضل موجود، ما هي اختصاصات منصب رئيس لجنه الحكام؟ وما هي اختصاصات؟ لم تعلن. لم تعلن ليه؟ لان هو الراجل لما جه المفترض انه لما يقعد مع رئيس لجنه الحكام الحاليه عشان يشوف بعض الامور وكلام، هو الراجل مش موجود. فهنا ما كانش فيه نوع من انواع التنسيق، كان لابد ان كابتن عصام عبد الفتاح بصفته رئيس لجنه الحكام رغم ان الكابتن عصام مسبقا قال ان انا الراجل ده لو جه وتهجم عليه بشكل سخريه والى اخره لو جه انا مش هشتغل. انا في اعتقادي الشخصي كان لابد من الكابتن عصام عبد الفتاح بمجرد ما اتعمل مؤتمر صحفي وظهر الراجل ده، كان لابد من تقديم استقالته فورا.